المائدة الأثرية التي كان يجتمع فيها الرهبان الأحد من كل أسبوع بعد القداس لتناول الأغابي أو طعام المحبة معا، نجد موقعها ملاصق لكنيسة القديس أبي سيفين من الجهة القبلية. وكانت عادة الرهبان في تناول الطعام أن يقرأ عليهم أحد الرهبان فقرات من الكتاب المقدس أو بستان الرهبان حتى لا يتعطل غذاء الروح أثناء غذاء الجسد. المادة الأثرية الموجودة في الدير ويرجع تاريخها للقرن السادس الميلادي. المائدة مقسومة نصين، النصف الخلفي ده الجزء الأثري منها، والجزء الأمامي ده جزء أعاد تشييده مرة تانية، إعادة ترميم للمائدة الأثرية نفسها. أمامنا بعض الأواني والأدوات اللي كانوا بيستخدموها في حياتهم اليومية. زي ما شايفين في مصفى، يمكن تاريخ يرجع لحوالي 600 سنة، الجرس اللي كان بيدق ساعة المائدة، أطباق من الخشب، زلع، أباريق مية، هون من الحجر، هون من الخشب، الفريم اللي كانوا بيصبوا فيه قوالب الطوب، الكالون الخشب اللي كانوا بيقفلوا بيه البيبان، الزلع للميه تخزين الميه، الدست الكبير عشان كانوا يطبخوا فيه، في طواحين كمان للبن كانوا يطحنوا فيها البن اللي كانوا بيستخدموه في حياتهم اليوميه. بالقرب من المائدة الأثرية يوجد طاحونة غلال قديمة من القرن الثامن عشر، ويظهر في أقصى اليمين قارب خشبي مكون من جذع شجرة كان يستخدمه الرهبان في صيد السمك. زي احنا شايفين في درج زي قمع ينزلوا منه الغلال علشان تنزل بين حجرين، التحتاني ثابت والفؤاني متحرك، الحركة ديت بتطحن أي غلال بينهم. الحركة دي كانت بتتم عن طريق الدراع الطويل ده اللي كان بيجره مثلا طور أو أي حيوان، الدراع مع الأكس مع الترس الفؤاني، الحركة دي بتطحن أي غلال بينهم. برضك عندنا قارب خشبي مركب للصيد، زي ما احنا شايفين عبارة عن جذع شجرة مجوف كان الرهبان بياخدوه يوصلوا بيه للبحر اللي قصادنا، مسافة تقريبا حوالي 15 كيلو، كانوا يصطادوا به السمك ويجيبوا السمك يجففوه ويعيشوا عليه بنفس فكرة الملوحة المعروفة لينا النهاردة. يمكن كان الوقت قريب بيستخدم هذا القارب للصيد، يمكن آخر استخدام أو آخر تصريح كان واخده الدير يصطاد بيه كان حوالي سنة 1964. لو اتكلمنا عن الطاحونة وعن القارب الخشبي يورينا قد إيه الحياة كانت صعبة في الرهبنة عموماً والأديرة وبالذات في دير الأنبا بولا.